يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سيغادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الجمعه الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري متوجها الى مملكه ماليزيا في زياره تلبيه لدعوه تلقاها جلالته من صاحب الجلاله سلطان ابراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا للمشاركه في حفل تتويج جلالته ملكا لمملكه ماليزيا الشقيقه والتي ستقام في العاصمه الماليزيه كوالالمبور رافقت جلاله الملك المعظم السلامه في الحل والترحال